يسعد لي كل اوقاتكم من مطبخ لولو. اليوم رح نعمل مع بعض هيدي الوصفة الرائعة الهينة السهلة يلي ما بدها اي شي دغري بتخلص. اكلة مغذية، حتى فيكن تعملوها بالمناسبات، فيكن تحطوها على سفرتكن على الغداء او على العشاء. بصراحة بتبيض الوجه، حتى فيكن تعملوها مع دجاج او لحمة شقف، فيكن تعملوها. طريقتها كتير سهلة وهوينة وطيبة، كتير طيبة. هيدي الوصفة مقلوبة الفطر باللحمة، شايفين المنظر روعة، بيحكي عن نفسه. أكيد رح يحبوها الكبار والصغار. جربوها واعطوني رأيكم بالكومنتات. وهلأ خلينا نروح نشوف الطريقة والمقادير. عندي تقريبا 400 جرام من الفطر الطازة، شايفين التراب هيدا كله لازم ينغسل. هلا رح اخدهم وغسلهم شطفة صغيرة على السريع وبرجع. هلا من بعد ما غسلتهم، هيدا الفطر هو لونه هيك، لونه بني. هلا اذا كان فريش يعني بعدكم جايبينه من السوبر ماركت، فيكم تخلوه هيك وتقصوه. اما انا صار له كذا يوم عندي وقرب يعني ينتزع، رح ينتزع. بقى حبيت اني اعمل هيدي الوصفه على السريع، مشان هيك قشرت حبه الفطر وصارت عندي بهيدا الشكل. تقشير الفطر كتير هين. لما يكون عندكم الفطر منه طازه 100% فيكم تقشروه بهيدي الطريقه، شايفين هيك دغري بيطلع. ها بتكبوا القشر وضل عندكم الحبة ولونها بيطلع حلو. حتى لو كان فطر أبيض وكان شوي مدبغ فيكن تقشروه بهاي الطريقة. لما يكون طازة دغري جايبينه من السوبر ماركت أو مقطوف طازة، بيكون الحبة مبينة فريش، ما بحاجة إنكن تقشروها. هيدا القشر منكبه، شايفين بتصير عندي حبة الفطر بهيدا الشكل، بتصير جاهزة لأنه نقطعها، شايفين؟ ولا أحلى من هيك. هلأ رح كملهم كلياتهم وبرجع لكم عند التقطيع. وهي حبات الفطر من بعد ما نظفتهم مزبوط، غسلتهم وقشرتهم. مثل ما قلت لكم هيدا الفطر هيك لونه، لونه بني، بس انا لانه قرب يعني ينتزع عندي وما حبيت كبه لانه نعمه حرام نكبها، بقى حبيت اعمل فيها هاي الوصفه. بس منن منزوعين ابدا، شايفين ما احلى شكلهم، بجنن، صاروا كانهم فطر ابيض. غسلتهم منيح بالمي وقشرتهم وشوفوا نشفوا لحالهم. هلا رح اقطعهم، رح اقطع حبه الفطر بهي الطريقه، ما تكون كتير رقيقة لأنه بتدوب بالطبخ مثل ما شايفين هيك. هيك تمام. شايفين قديش رقيقتها؟ وهي حبيت الفطر من بعد ما قطعتهم. هلا بدنا نروح للخطوه الثانيه. هلا بطنجره على النار رح زيد معلقه سمنه او زبده مثل ما انتم بتحبوا، بس ما بنحط زيت، بدها الطبخه سمنه او زبده. هلا رح انطر لحتى تدوب السمنه وبرجع بنزل فوق منها بالفطر. هلا من بعد ما ساحت السمنه مزبوط رح انزل بالفطر. رح اتركهم لحتى يتدبلوا شوي. وهي الفطر من بعد ما تدبل و يعني الحجمه، رح زيد عليه. هلا عندي هون
لحمة مفرومة تقريبا 200 جرام من اللحمة المفرومة أنا قليتها قبل بوقت أكيد، وحاططها حاطت لها سمنة وشوية زيت، وأكيد حاطت لها بهارات شوية 7 بهارات وشوية قرفة. وهلا نفس البهارات رح زيدهم على الرز. هلا رح حركهم مع بعضهم. بخبركم الروايح غير شكل. هلا من بعد ما قلبتهم مع بعضهم رح شيل شوي تقريبا معلقة لحتى زين فيهم طبقة بعد ما يخلص. هلا انتو كمية الفطر فيكم تزيدوا، فيكم اكيد بدكم تزيدوا لانه يعني فيكم بعد تتحمل بعد فطر الطبخة. هلا رح زيد فوق منها عندي زرف فطر، يعني هاي بتنعمل شوربة الفطر، رح زيدها فوق منهم مش كلها يتنسوا حتى بالطبخة اللي عندكم، يعني لحتى تعطيني طعمة الفطر مظبوط. حطيت نص كيس رح زيد كيس الباقي. وهلا رح زيد فوق منهم الرز وقليه معهم. عندي هون تقريبا 2 كوب رز بسمتي غسلته مزبوط ونقعته ربع ساعة. هاي الرز البسمتي فوق اللحمة والفطر رح حركهم مزبوط. واو ما بقلكم الروايح قديش هي طيبة، روايح بتشهي. أكيد دايما الرز لما بدنا نعمله مفلفل لازم يتقلى شوي قبل ما نحط له المي. رح زيد شوية قرفة يعني نص معلقة صغيرة لأنه اللحمة مبهرة خالصة، كمان نص معلقة صغيرة من 7 بهارات. وهلأ رح زيد كمان الملح، وهي الملح ملح حسب الرغبة يعني، الملح حسب الرغبة يعني. رح قلب هلأ رح زيد عليهم مرقة لحم، أنا كنت سالقة قبل بيوم لحمة وضل عندي مرقة رح زيد عليهم. إذا أنتوا ما عندكم مرقة لحم ما بيأثر، فيكم تحطوا مي عادي، فيكم تحطوا مرقة ماجي كمان أو مرقة الخضار، أنا ما رح أحط شي لأنه صارت دسمة كتير. هلا رح زيد مرقة اللحم عليهم أكيد لأنه منقوع الرز حنحط غمته للرز، يعني تقريبا 1 سم فوق الرز مرقة، ما رح زيد مي أبدا. رح شوف هلا الرز إذا بعد بده مي. هيك تمام. هلأ رح أتركه لحتى يغلي مزبوط وخفف النار عليه على الآخر. مثل ما شايفين عندي الرز بلش يغلي، رح وطي النار على الآخر على درجة 1 ورح غطيه وأتركه يتفلفل على الأقل من معلقة. أكيد بدنا نحمص مكسرات، عندي هون لوز مقشر رح أحط عليهم شوية زيت وحمرهم شوي لأنه هيدي الأكلة بحاجة كتير طيب معها المكسرات. وهي المكسرات صاروا جاهزين معنا. هلأ بدي أحطهم بقلب كاس صغيرة وبدي بيعدهم عن بعض. ليش حطيلي ما ينحرقوا؟ لأنه هلأ هو كل المكسرات لما بتحطوها على بعضها وبتكتموها بترجع تتحمر أكتر. بهاي المرحلة خلاص بيكونوا خلصوا. وهلأ رح نكشف عن طبختنا ونشوف شو صار فيها.
شايفين الرز؟ واو واو، غير شكل مفلفل، غير شكل، والريحة ما بخبركن، الريحة شو طيبة. هلأ رح نروح نسكب أكلتنا بصحن التقديم. هلأ عندي هون كاسة رح حط بقلبها أول شي الفطر واللحمة اللي أنا حطيتهم على جنب منشان زين فيهم طبختي. هلأ حطيتهم بأول الكاسة يلي بدي زين فيها، ورح أسكب فوق منها الرز مع الفطر واللحمة. بسم الله الرحمن الرحيم بهاي الطريقة. ورح أكبسهم مزبوط لحتى يطلعوا عندي قالب واحد. شايفين؟ رح زيدها بعد شوي. مثل ما شايفين عم نكبسها مزبوط لحتى تطلع عندي قالب واحد. أكيد الكاسة مبلولة قبل ما حط فيها الرز، إذا ما كانت مبلولة رح يلزق فيها الرز وما رح ينزل. هلأ رح أقلبهم على صحن. هلأ عندي هون الصحن اللي بدي أقلب فيه الكاسة. قلبتها ما بيأثر، هلأ منظف. وهيك ما عاد نظفت الصحن رح أشيل الكاسة عن الوجه. شايفين المنظر؟ روعة. دغري نشال عنا، دغري نشالت يعني نحطت بقلب الصحن. هلأ رح زينها بالمكسرات. أكيد المكسرات انتو أي نوع انتو بتحبوه فيكم تحطوه. أنا اليوم حبيت حط لوز حبة وحدة، فيكن انتو تحبوا لوز مكسر، سنوبر، فستق محمر، فستق عبيد، اي نوع انتو بتحبوه. واللي ما بده يحط كمان في ما يحط، مش يعني حكرا لازم نحط مكسرات. بعرف هيدا الوقت المكسرات صارت غالية جدا والقليل اللي بيقدر يشتريها. هيك وصفتنا لليوم خلصت، وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا عجبكم ياريت تعملونا لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد. باي باي.